في تصريح خاص بالتلفزيون العربي دعا رئيس مجلس الدولة الليبي عبد الرحمن السويحلي لدى مغادرته تونس دعا إلى وقف ما وصفه بالتدخل الإقليمي السلبي في الشأن الليبي، وعبر عن تفاؤله بنجاح المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية. احنا نشعر ان المبادره التونسيه سيكون لها حظ كبير من النجاح، لان دور تونس المحايد في الشان الليبي وقبول تونس كدوله على مسافه واحده من كل الاطراف سيساعد كثيرا في دفع الفرقاء الليبيين الى الجلوس وايجاد حل لما تعانيه ليبيا حاليا، لان كما يعرف الجميع ان احدى المشاكل التي تواجهنا في ليبيا هي التدخل الاجنبي والاقليمي بالذات السلبي في الشان الليبي، الذي يدفع الى كثير من تعقيد في المشكل وكذلك يدفع بعض الفرقاء التسلط في رفوفهم. لو هذه الجهات توقفت عن هذا التدخل السلبي اعتقد سيكون هناك حظ كبير لنجاح المبادره التونسيه وتحقيق اهدافها.